مرحبا يا أطفالي، هل أنتم مستعدون لدرس اللغة العربية؟ لنبدأ قصتنا اليوم. لنفتح جميعنا على صفحة 87. 7 8. أنا بانتظاركم. الجميع فتح على الصفحة. نعم، ماذا نشاهد في الصور؟ في الصور الأربعة نشاهد وزة سوداء اللون، أليس كذلك؟ ماذا نشاهد أيضا؟ ولد يرتدي بلوزة حمراء، اسم هذا الولد جواد. جواد. نرى أيضا جدول ماء، الجدول هو مجرى ماء يصب في النهر، لنحفظ هذه المعلومة. نرى أيضا شجرة جوز، عليها أوراق شجر قضراء، وهذه الأوراق تتساقط على الماء. هيا لنبدأ قصتنا. الوزة وورقة الجوز. كالعادة لنضع إصبعنا على الصورة الأولى ونبدأ. جواد عنده وزة لون ريشها أسود، تعيش قرب بيتها في أسفل الوادي في بركة ماء قرب شجرة جوز عالية. في يوم من الأيام كانت الوزة تنظر إلى شجرة الجوز، فشاهدت ورقة تسقط منها وتعوم فوق ماء البركة. قالت الوزة للورقة: خذيني معك، أريد أن أسبح مثلك وأشاهد الدنيا الواسعة. لقد ضجرت من هذا البيت وهذه البركة. رافقت الوزة الورقة في رحلتها. حملت الوزة الورقة في منقارها وقفزت بها في الساقية القريبة وصارت تعوم وتسبح حتى وصلت الوزة والورقة إلى جدول ماء. وبعد جدول الماء وصلت الوزة وورقة الجوز إلى النهر. المياه في النهر قوية الحركة، صارت الوزة ترتفع وتهبط مع أمواج النهر. خافت الوزة وصارت تكلم الورقة لتبعد عنها الخوف. أكملت الوزة سيرها في النهر حتى وصلت مع الورقة إلى الدنيا الواسعة، إلى البحر الواسع. فشاهدت الوزة الأسماك تحوم حولها. فجأة مرت سمكة قرش قربها وأرادت أن تلتهمها، فهي خافت كثيرا، لكن الوزة أمسكت بالورقة وبمنقارها وطارت بها وعادت إلى جواد والوادي وشجرة الجوز بأمان وسلام. لنعود للصورة الأولى. أريد أن أسألكم، أين تسبح الوزة؟ أريد جواب كامل. تسبح الوزة في البركة. في الصورة الثانية، ماذا تشاهد في فم الوزة؟ أشاهد في فم الوزة ورقة الجوز.
في الصورة الثالثة أين تشاهد الوزة مع الورقة؟ أشاهد الوزة مع الورقة في البحر. سؤال ثاني، اذكروا مجاري المياه التي سبحت فيها الوزة، أتذكرون؟ أولا كانت تعوم في البركة، ثم سبحت إلى الساقية حتى وصلت إلى جدول الماء، وبعد جدول الماء وصلت إلى النهر، أليس كذلك؟ في الصورة الرابعة أين ترى الوزة؟ أرى الوزة مع جواد في البركة. إذن حرفنا اليوم حرف و. اسمعوني أولا، حرف و مع الحركات القصيرة، و و و و. هيا رددوا بعدي الآن، و و و و. و فتحة، صوتها و. ماذا نشاهد في الصورة هنا؟ وزة، أليس كذلك؟ لنقرأ، و و ز تن، وزة. و ضمة، صوتها و. ماذا نشاهد في الصورة؟ وجوه أطفال، أليس كذلك؟ لنقرأ، و و جو هن، وجوه. وكثرة، صوتها وي وي. ماذا نشاهد في الصورة هنا؟ نشاهد وسام يوضع على الرقبة عند النجاح، وي وي سام وسام. و سكون ليس لها صوت. و ماذا نشاهد في الصورة؟ نشاهد جوز، لنقرأ، و ج و زن جوزن. والآن حرف و مع المدود الطويلة، اسمعوني أولا، و و وي. هيا رددوا بعدي، و و وي. في الصورة عندنا دواء، لنقرأ، و د و ان دواء. هنا في الصورة عندنا طاووس، أليس كذلك؟ لنقرأ، صوت الطويل و ط و صن طاووس. الصوت الطويل وي. لدينا في الصورة طفلين، طفل قصير وطفل طويل، لنقرأ، طويل طويل. كما تعودنا لكل حرف أشكال، وحرف و لديه شكلين،
شكل متصل وشكل منفصل. ودائما حرف و لا يمسك بالحرف الذي بعده، فقد يتصل بالحرف الذي قبله. لنرى كيف. والآن يا أحبابي لنعود إلى كتابنا ونفتح على صفحة 89. 9 8. في أعلى الصفحة لنبدأ بالسؤال. أرجو منكم أن تضعوا أصابعكم إلى أ إي نا أين و ص ل ت وصلت و ز ت وزت ج و د جواد و و ر ق ت وورقة ال ج و ز إشارة استفهام. إذن السؤال إلى أين وصلت وزة جواد وورقة الجوز؟ الإجابة ضعوا إصبعكم على الحرف الأول و ص ل ت وصلت و ز ت و ز ت ج و د جواد و و ر ق ت وورقة ال ج و ز الجوزي إلى ال ج د و لي الجدولي. في المربع الثاني أرجو منكم أن تضعوا إصبعكم و و و و وي وي وي. هيا رددوا معي في السطر الثاني و و و و وي وي وي. السطر الأخير و و وي و و وي. والآن لنقلب الصفحة على صفحة رقم 90. والآن سأبدأ قراءة وأتمنى منكم أن تتبعوا معي حرف حرف وكلمة وكلمة. هيا ضعوا إصبعكم على الكلمة الأولى و ق ع ت وقعت و ص ل ت وصلت و ر ق ت ورقة ج و
زن جوز. ننتقل إلى السطر الثاني. و ق ع ت وقعت و ر ق ت ورقة الجوزي الجوزي فوق فوق الماء. نقطة آخر السطر. الجملة الثالثة. و ص ل ت وصلت ال و ز ت الوزة و ال و ر ق ت و الورقة إلى الجد ولي الجدولي. نقطة آخر السطر. لنفتح على صفحة 91 تمارين حرف و. السؤال الأول، ارسم دائرة حول الحرف و، و المتصل وو المنفصل. سوف أقرأ لكم الجملة وأنتم ستضعون دائرة عندما ترون حرف و. عادتي عادتي الوزت الوزت إلى جواد جواد و الوادي الوادي و شجرتي شجرتي الجوز الجوز. نقطة آخر الجملة. إذن سنضع دائرة على حرف و. السؤال الثاني، أؤلف كلمة من أحرف كل مجموعة واكتبها. لنرى أحرف المجموعة الأولى. و أ دو. يجب أن نخرج كلمة ذات معنى. لنبدأ بحرف أ. أ و دو أسود أسود. إذن كلمة المجموعة الأولى أسود. هيا لنكتبها. أ و دو أسود. كلمة المجموعة الثانية ج و زون. كما تعودنا تنوين الضم يأتي على آخر حرف الكلمة، إذن زون سيكون آخر حرف الكلمة. لنبدأ بالحرف الأول ج و زون جوزون. هيا لنكتبها ج و زون جوزون. أحرف مجموعة الكلمة الثالثة ج و د لون
ألا تذكرون كلمة مشابهة لهذه الحروف؟ نعم، جدول. هيا لنكتبها معا. ج د و لون. ج د و لون. جدول. تأكدوا من حلكم يا أطفالي. أتمنى أن تكون جميع إجاباتكم صحيحة. والآن لنفتح على صفحة 92. تمرين رقم 4. أجيبوا عن الأسئلة الآتية بكلمات تتضمن الحرف و. السؤال الأول، نكتب عليه بالطبشورة، ما هو؟ نعم، لوح. لا، هيا فلتكتبوا لا هو حن، تنوين الضم. السؤال الثاني، شجرة ثمارها قرون، لونها أصفر، نأكلها، ما هي؟ تلك الفاكهة اللذيذة. نعم، موز. لنكتب ما هو زون، تنوين ضم، موز. السؤال الثالث، تضعه المرآة حول معصمها، ما هو؟ ماذا تضع ماما في يدها؟ سوار، أحسنتم. لنكتب سي و رون، سوار. السؤال الرابع، نسمعه بآذاننا، ما هو؟ ماذا تسمعون أنتم الآن؟ ألا تسمعون صوتي؟ إذن نسمعه بآذاننا، ما هو؟ هو الصوت. هيا لنكتب ص و ت، صوت، ص و ت. أحسنتم أطفالي. السؤال الذي يليه، مجرى ماء يصب في النهر، ما هو؟ أخذناه في القصة. نعم، جدول. هيا لنكتب ج د و لون، جدول. السؤال الذي يليه، مجرى ماء تجري فيه المياه في الشتاء فقط، ما هو؟ نفس إجابة السؤال الذي قبله، جدول. ج د و لون. أحسنتم. السؤال الأخير، شجرة مذكورة في القصة، ما هي؟ ما اسم الورقة التي مسكتها الوزة؟ ورقة الجوز. إذن ما اسم الشجرة؟ شجرة الجوز، جوز. إذن سوف تكتبون جوز فقط، جوز، جوز. تأكدوا من حلكم يا أطفالي. أتمنى أن تكون جميع إجاباتكم صحيحة.
لنفتح صفحة 93. تمرين رقم 1. أسمي مجاري المياه الآتية واكتب أسماءها تحت الرسوم. الصورة الأولى، ماذا نشاهد؟ نشاهد بيوت والشمس ساطعة وهناك مجرى مياه. ما هو هذا المجرى؟ نعم إنه نهر، نهر. لنكتب نهر، نهر. في الصورة الثانية ماذا نشاهد؟ هنا نشاهد وادي، وادي. لنكتب وادي. في الصورة الثالثة نرى مجرى مياه لكنه أصغر من النهر. ما هو هذا الذي يصب في النهر؟ نعم إنه جدول. لنكتب جدول، جدول. في الصورة الأخيرة نرى الماء تنبع من النبع. نعم إنه نبع، نبع، نبع. السؤال الثاني، سؤال رقم 2. أرتب الأسماء السابقة بالتسلسل الأولي. من أين تبدأ المياه؟ تبدأ من النبع، ثم تذهب إلى الوادي، ثم تسير عبر الجدول إلى النهر. هيا فلنكتب التسلسل: نبع، وادي، جدول، نهر. أطفالي الرائعين، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الدرس. مع السلامة وإلى اللقاء في درس قريب.